واحد الكرفيصه بزاف باش نوصل لهاد مدينه فوشان من مدينه كوانجو. هي مدينه قريبه ليها تقريبا واحد 55 كيلومتر، ولكن خصك تشد الصابواي وعاوتاني خصك تشد الطوبيس. صراحه حتى انا كنت وحش مالي للدار اخي مهم. عرفتي دابا انا مشيت جيت للشينوا في 2019 وما رجعت للمغرب على تقريبا واحد 4 سنين. عرفتي فاش مشيت واش تماني للدار وبقيت غير كنضحك اصاحبي باش ديك الماكله المغربيه وكذا. الاحساس ديالنا الخوت راه نشوفوا هذا الشيء خير كي داير. ها انتم الطاجين ديال الكفته والبيض، وعندنا هنايا الكومير، وعندنا اتاي مغربي. سير الله ارنا الدكه. عرفتي واحد السيد سميتو هشام بارباروس، واحد الفلوغر سميتو هشام بارباروس، مشى لبنغلاديش ومشى شرباتي عند واحد البنغلاديشيين، وديك عاصمه بنغلاديش سميتها واحد الكرفيصه بزاف باش نوصل لهاد مدينه فوشان من مدينه كوانجو. هي مدينه قريبه ليها تقريبا واحد 55 كيلومتر، ولكن خصك تشد الصابواي وعاوتاني خصك تشد الطوبيس. في الاول شديت واحد الصابواي جوج، شي جوج لا ثلاثه اللي شديت عاد وصلوني لفوشان، ومن بعد كان عليا نشد واحد الطوبيس، ولكن هذوك الطوبيسات مختلفين على الطوبيسات انا الطوبيسات اللي مولف في المدن كتلقى فيهم الارقام. هذوك الطوبيسات كتلقى فيهم غير شي سميات بالشينويه، وهذيك المحطه ديال الطوبيس كانت بعيده عليا، داكشي علاش ما شديتش الطوبيس. المهم فاش ما شديتش الطوبيس بقيت هكا غادي على رجليا، بانوا لي واحد البيكالات، دوك البيكالات ديال الضوء، وانا نهز وحده بقيت غادي بها غادي بها غادي بها. قلت زعما نمشي شي 20 كيلومتر عاد غادي نوصل لها نيبرهود الحي فين ساكن محمد. وقطعت هكا واحد القنطره وهما يصونيو عليا في التليفون مالين لابليكاسيون، قالوا لي ما يمكنش تزيد بالبيكالا، عاوتاني حبسات البيكالا ما بغاتش كاع تمشي. صافي بقيت غير جراب يديا الجهه الاخرى، عاد حطيتها في تقريبا شي كيلومتر وانا غير غادي. صافي قلت راني تعطلت على السيد، هو راه خدام مع 2:45 دابا راه 12:30 تقريبا. صافي حطيت البيكالا وشديت هاد الطاكسي هادي اللي غادي بها دابا. باقي ليا تقريبا دابا واحد 8 كيلومتر ونوصل للحي فين ساكن السي محمد، تقريبا واحد 15 دقيقة ديال الطريق ونوصل ان شاء الله. باقي ليا واحد 6 كيلومتر ونوصل. هاد فوشان هادي في شكال مدينة كبيرة ولكن مفرقة، ما كاينش الديور مجموعين في بلاصة واحدة. هذا هو الحي اللي ساكن فيه السي محمد. دابا صاد صونيت عليه وغايجي دابا يهبط ان شاء الله باش حيت دابا انا ما يمكنش ندخل، انا ما يمكنش ندخل، خصو يجي هو باش يدخلني. راه عاد دابا كان كيشير لي واحد الطبقة ليه، هتكون شي طبق رقم 10 ولا اكثر. دابا راه هابط باش نتلاقاو هنايا وديك الساعة نمشيو للدار عندو. نوري لكم دابا هو جاي، هو دا جاي، راه لابس شورت خضر والقميص جاك حلا. هذا هو السي محمد اللي ها ضروري تلقى شي مغربي خزن شي بلاصه. يا صاحبي ها هو مغربي في الشينوا. ودي اخي محمد فين ساكراش من طبق؟ خويا طبق 15 18 مزيان يا 18 فين كنتي كتشير؟ اخويا راه حراره ياك كي جاك الجوف اخويا حراره هنا بزاف زايده عندكم الغزاء اخويا هاد الحراره ديال كواندون. فوجيان حتى هي سخونه ولكن ماشي بزاف فهمتي شويه صح. هما هاد العمارة فين ساكن السي محمد فيها 25 طبقة، وهو ساكن في الطبق رقم 18. هي الدار ديال السي محمد، دار زوينة تبارك الله، عندو هنايا التلفازة، هادي هي التلفازة فين كيتفرج فيا، هادي هي التلفازة اللي فاش كتفرج فيا ياك، ديك النهار شفت كداير هداك الفيديو علاش كيفاش جيت للصين، من لي فان ديالي، راه محمد من لي فان ديالي. عندو هنايا واحد البراد، وانت قاعد عندك داكشي اللي ما عنديش اخويا انا في الدار، واحد البراد ديال المغرب والكيسان ديال المغرب. ما عندكش الطاجين ياك؟ ويلي وهادي الزميطه هادي ديالي، والله الا عندو حتى الزميطه هنايا مغربي اخويا. انت هاد الطاجين اياه، هاد الطاجين ديال الريصاني، كيفاش شريتي هاد الطاجين هذا؟ هذا ديال بني ملاي
ياك ما تهرسش في هذا الطريق. ترسات المقطع ديالك. انا ديك الساعه زيت تبقى تهزو في الباليزه اللي غادي تطلع معاك للطياره، ماشي الباليزه الاخرى اللي كتمشي في الاخر. المهم هنايا عندو لي فوتوي وكاين واحد البالكون هايا واعر بزاف، غنوريكم هادشي. هذا كيتحل هكا، واو شتي، هذا هو الحي فين ساكن، حي زوين. هنا عندو واحد البيت عاوتاني فيه الماتيريال باش كيصورو دوك اللعيبات. اش بغيتي دير لنا دروكا واحد في الغدا؟ اخويا بغي ندير لكم واحد الطاجين بيربير. اش فيه الطاجين بيربير هذا؟ طاجين الكفته. اوكي اوكي، طاجين الكفته. اييه حتى هادي جبتيها معاك من المغرب ولا؟ هذا الفريج. لا هادي ديال الناس. هذا الفريج، هادي ديال الناس، الفريج ديال الثلاجه الفوت. عندهم مطيشانه تبارك الله. يسولونا على الحلال وسميتو؟ اه. ها انت فاش كناخذ داكشي ديال الحلال؟ فاش كتاخذ هادي بين دودو ولا طوبه؟ آه، واحد الموقع في الويتشات. اها. لابليكاسيون انتم شوفوا. ماشي السيد ديالها من غوانجو؟ لا. لا. واحد السمر؟ لا. كاين في شانهاي. اها آه اها. كاين في شانهاي ديما كناخذ عنده. ولكن من تقريبا شانهاي راه آه. بعيده، بعيده من هنا تقريبا بطياره شي ساعتين ديال المكانه. اه شي 1500 كيلومتر. كنبغي مثلا دجاج ولا آه. لحام ولا شي حاجه اللي حلال. اها. كناخذها بالليل. ياك. بالليل ولا نقدر ناخذها في الصباح وتتوصل عندي في العشيه. ياك. هذاك الشيء دغيا بزاف. من شانهاي لفوشان. اه. بالطياره. بالطياره. بهذيك اس اف. فاس فاس فاستين. اها بهذيك اس اف كويدي كتسمى اس اف كويدي. فاس شيبين. اها. ها انت شوف وريهم هنايا اللوغو. هي حلال فود. اف سي. اها. حلال فود كونسيبت. اها مزيان. مزيان اخي. المهم هذا محمد انا ساكن في مقاطعه فوجيان، ياك عرفتيها؟ ما خاص انت في مقاطعة غوندون وانا في مقاطعة فوجيان. فيها الماونتنز فيها ديك الشيء. فيها التانلز اخويا. حتى الجبال كاين. شوف شوف هنا ما عندكمش بزاف ديال الماونتنز. لا ما كاينينش. بزاف ديال الجبال، ما كاينينش بزاف ديال الجبال في هذه المقاطعة هذه. واش؟ سلام راه. خالي سلام الله يعمرها دار ياك. سلام راه صديق ديال الخال ديالي. راه هو اللي دبر لي على الخدمة في الديزير فاش مشي، فاش انا شديت لي اجازة في 2018. مشيت ديريكت للديزير، خدمت في واحد لوطيل تما شي 8 شهور. هو مسكين اللي شاف لي مع داك المول الاخر مع حسن نيس او برج دي سود دوك نوغو. عرفت مشيت خدمت تما نيت واحد 8 شهور ولا 9 شهور. وحتى انت بالعبايا ورصا ديك العبايا راني رجعها معايا للمغرب غير باش ما نشريش وحده جديده. براسك الله الا عندي عندي انا وحده وعندنا نهار نهار الاحد عندنا واحد الايفنت دايرين سكول في الكيندر جاردن ودايرين بحال غيديروا بغي بحال قلتي انا واحد السيد فوراينر جيت لفوشان بغي يوريني الثقافه ديالهم. اوكي اها ومن خير باش غيوريني الثقافه ديالهم انا قالوا لي تلبس داك الشيء ديالك انت الثقافه ديالك وغادي نلبس انا ديك الدراعيه. ورا شفت واحد الفيديو ديالك اصاحبي في الويتشات وشحال وصل اصاحبي من الجيم دار واحد الفيديو ولبس العبايه ديال الصحراء والدراري الصغار تما ذيس از موروكو ناضي يا صاحبي داك الشيء. اكسبيرينس اللي زوينه صراحه. الله تبارك الله عليك. بحال باش كتمشي الا مشيتي لشي بلاد اجنبيه حاول بريزونتي بلاد بطريقه اللي مزيانه. اه داك الشيء اللي كاين. هكا الناس كيحترموك. خويا انا ديما كنقول لهم مغربي. You need to be proud, you need to be very proud of your country, يعني خاص تكون فخور بالبلاد ديالك. داك الشيء اللي كاين. باش كيحترموك. انا ديما خويا كنهضر معاهم بالشينوية يعني لايتزين علي ولايتزين مولوكا. شي مرات ما كيفهموش كاع مولوكا كيقول لك عرفتي شي مرات شنو كتقول لهم مولوكا كيقول لك موسيكو واش الموكسيك مكسيك كتقول لهم لا مولوكا كيقول لك عاود موناكو موناكا موناكو كيتسحب على موناكو. ولكن بعد فاش كتشرح له وكتوري له الصور عرفتي فاش كنقول لهم مولوكا كيقول لك ديك البلاصه مرفحه انا كتجيني براسي راه موناكو هذيك علاش كيحسب له راه موناكو هذيك ماشي المغرب. السي محمد كيوجد لينا الغداء تبارك الله على خويا محمد. مرحبا بك اسي. الله يحفظك هاد الطويجين هاد الميطيشا العطرية العطرية ديال المغرب هادي تقادت لي انا ديك العطرية اللي عطاتني الوالدة العام الفايت. العطرية خويا واش عطاتني واحد التخليطة كاملة تخليطة صراحة كيما احسن انك تاكل شي حاجة ديالك طيبة في الدار. كيعجبني انا نطيب ولكن المشكل ديال الخبز هو اللي كاين في هاد البلاد السعيده. خبز بغينا خبز الكوشه كومير. تبارك الله على السي محمد اش كدير دابا؟ طاجين كتكور طاجين ديال الكفته
يا طاجين دو كفته واحد لينا واحد ميت بولز تما اييه مزيان اخويا هادي غادي يشوفك اليوتيوب يفرح اوكي هادي شوف هذا الفيديو غادي يشوفو مول اليوتيوب غادي يقول لك شوف هذا السيد هذا راه ضرب تماره من غوانجو حتى الفوشان جا عند هذا السيد وهذا السيد عاود ثاني رحب به بلاتي نوصل لي هذا الفيديو واحد 100 مليون في الله صافي غير يوصل 100 مليون في هذا الفيديو ما تلقاه غدا تلقاني انا صافي ما بقيتش في الشين واقع والله هذا السيد هذا كيدير واحد المجهودات كبيره باش انه يصور لكم ويعيشكم اللحظات وياه ويعيشكم التجارب الشخصيه ديالو هو راه شي حاجه اللي زوينه قول لي اخي محمد عجبك بارطاجي وبجيم عجبك الشينوا اخي محمد ياك الحمد لله الحمد لله اش كيعجبك الشينوا اخويا محمد الحمايه تيعجبني انه بلد امين انتما قال لك الامان في الشينوا راه ديما كنقولها لهم في الفلوغات ديما 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 تخرج مع الوحده ديال الصباح جوج ثلاثه ما كاينش مشكل ما كاينش مشكل ما كتوحش هنا لايف از فيري كونفينينت يعني كونفينينت بعضيه كده عارف كيفاش نطلع المهم الدنيا مزيانه هنايا من ناحية التران إلا بغيتي تمشي شي مدينة دغيا كتوصل التران 200 كيلومتر في الساعة وسائل ديال النقل متوفرين الحياة سهلة هنا بزاف فهمتي ما كتوحش بلادنا راه كتعتبر الأم هذيك أييه ولكن حنا جينا هنا خويا باش ندبروا على راسنا ونعاونوا راسنا ونعاونوا والدينا داكشي علاش جينا هنا نخدموا شحال من واحد تيبقى يقول لك مثلا علاش ربما فاش كتمشي شي بلاد تغرب فيها وشنو كتحس بالغربة انا كنحس بالغربه فانتوما شوفوا الطاجين انتوما الطويجين ديال المغرب انتوما طاجين مغربي في الشين وراه كيطيب دابا طبيعي غتحس بالغربه علاش بالغربه غتحس بها حاجه وحيده اللي كانت وحشه انا بزاف في المغرب هو العائله ديالي الوالدين ديالي خوتي الحبايب الصحاب هادو هما اللي كنتوحش في المغرب صراحه حتى انا كنتوحش مالين الدار اخي محمد عرفتي دابا انا جيت للشينوا في 2019 وما رجعت للمغرب على تقريبا واحد 4 سنين عرفتي فاش مشيت واش تما للدار بقيت غير كنضحك صافي فاش ديك الماكله المغربيه وكذا احساس واحد احساس زوين ولكن فاش كتبغي تخلص مثلا مول الحانوت انت كيرد لك الصرف كتعطي 100 درهم مثلا يرد لك 5 درهم كتشوف هذيك 5 درهم هكا وكيجيك واحد الاحساس غريب فهمتي حيت انا في الشينوا مولفين غير كنخلص بالويتشات علي باي وداك الشيء المهم غير التليفون باش كنخلصو ديما باش نقريب يوجد صافي عرفتي اش غادي ندير في العنوان ديال هذا الفيديو اخي محمد تلاقيت بمغربي في الصين ودرنا طاجين ديال الكفته واحد البراد ذاتي حتى هو غادي يوجدوا لينا غدا ديالنا الخوت راه نشوفوا هذا الشيء خير كي داير هانتوما الطاجين ديال الكفته والبيض وعندنا هنايا الكومير وعندنا اتاي مغربي وتبارك الله على سي محمد سيدي مرحبا بك نهار كبير هذا الله يحفظك هانتوما مغربي في الشينوا مغربي في الشينوا هنا راه خوت انت الحمد لله تقدر يجي عندي البوديان جي عندو الفوشان ما كاين مشكل داكشي اللي كاين شكرا اخويا الله يحفظك بارك الله دابا نتغداو اخويا يلا سير الله ارنا الدكة عرفتي واحد السيد سميتو هشام بارباروس الرزه ديالو ما كاين حتى حاجه واحد الفلوغر سميتو هشام بارباروس مشى لبنغلاديش ومشى شرب اتاي عند واحد البنغلاديشيين وديك عاصمه بنغلاديش سميتها من دابا بغا يقول لكم واحد المعلومه غادي تعجبكم ومفيده بزاف شنو قلت يا اخويا محمد بكثره الامان هنايا في الشينوا واحد النهار خرجت وخليت السيرفيس في الباب شيت خرجت حسيت انا ورجعت ما لقيت ما لقيت السيرفيس باقا بلاصتها تقريبا هاد القضية كتوقع لي شي جوج مرات ثلاث مرات كتوقع لي كنخلي السيرفيس هنا وكنمشي صافي كنسد الباب وكنزيد السيرفيس كتبقى بلاصتها تما ما كاينش شي واحد كيجهز لك شي حاجة شنو هاد ولاد الامان ما كاينش والو الحمد لله دابا خرجنا من الدار ديال السي محمد هو غادي يمشي للخدمة وانا غادي نمشي نرجع للوطيل باش نهز الباكاج ديالي ونمشي للمطار ان شاء الله عندي الطيارة مع 11 ديال الليل وغادي نمشي للمطار مع ديك الستة المهم نوصلو ديك 4 السوايع قبل خويا محمد شكرا بزاف اخويا على الترحيبة الله يحفظك اخويا انت الا جيتي عندي البوتيان مرحبا بك اخويا السلام الله يسهل عليك اخويا محمد نشوفو ان شاء الله مرة اخرى الله يحفظك